كيف لا ينفطر قلب مؤمن يرى خيرة أبناء الأمة، خيرة أبناء الأمة تعلق لهم المشارق ويعدمون، والطامة الأكبر أن عالما، حاشا النسخ، اضع هذه الكلمة، حاشا النسخ بين قوسين، من يوقع على إعدام هؤلاء الأبرياء؟ مفتي، مفتي، ألا لعنة الله على الطالبين، مفتي توقع على ماذا؟ على إزهاق روح بريئة ذنبها الوحيد أنها قالت للظالم لا، أنها قالت للقاتل لا تسرق أرضنا ولا تدمر أرضنا ولا تبع أرضنا، ولن نسمح أبدا بأن تكون الأمة رهن حفلة من الصهاينة. رفضت، هذا ذنبه، ذنبك أن تكون راكعا لغير الله. إذا أردت أن تكون سالما معافى وأن لا يمسك أذى فكن عبدا للعباد، لكن أن تكون عبدا لرب العباد فهؤلاء لا يقبلون منك أبدا، وإننا نعلنها وبدون تردد آمنا برب العباد. انتهى، وصلت من بداية، فاقض ما أنت قاض كما قال صحابة فرعون، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله زين خير وأبقى. هذا كلام في مخلوق يكون مضر، خلي يكون هو يملك الكرة الأرضية كاملة، لكن إذا كان لك اليقين المطلق بأن الله الذي خلق كل شيء وأنه فوق كل شيء وأنه هو الذي يتصرف وأنه هو هو هو، فكفى بالله وكيلا وكفى به حسنا. ما عندناش في حالنا غيره، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. في عمل جميل في الحديث الصحيح، يأتي يوم القيامة القاتل وفي جبهة الهلاك آيس من عصمة الناس. طب قصيد ميدانية علقة علقة، آيس من رحمة الناس، لا ينظر إليهم الله عز وجل يوم القيامة. ديو هذا الجهنم، ديو هذا الكريه الجهنم، كخصك الكرسي، كخصك تحكم، حكمنا، بغيت جهنم ما هي الدرجات، ديها. لم يحرص دين من الأديان على أن لا تمس الأرواح كما حرص الإسلام، وإننا نتحدث ما حرص دين من الأديان على ألا تمس الأرواح كما حرص الإسلام. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جهنم خالدين فيها، ورب يحرم غضب عليه وعاد اللعنة ديالو. شوف شحال تفكر تقتل حشرة، فكيف تقتل إنسانا ابتسامته في وجهه وهو يقف أمام القاضي ويتحدى القاضي ويقول له: أيها القاضي إنني خصيمك يوم القيامة. حتى وكان سعادة القاضي مليار، جوج، ثلاثة، مئة، باش غتوزن هذه الكلمة: أنا خصيمك يوم القيامة.
انا غنقف قدام ربي حنا ونقول له ربي حل هذا الشراغ ديالو والهيئه ديالو هذا هذا حكم بالقتل ديالي وفك مع مولاك دابا انا تاعو كوستي والقرافط والقفط قدام ربي الحبيب مجرد من كل شيء عاري واقبح العليا ان تكون عاريا من رحمه الله حيث خلق كامل غتكون عليا لكنك ان تاتي عاري من رحمه الله لكي تطمر الكره وان مكتوب على جبهتك وانك مكتوب على جبهتك ايس من رحمه الله وفي الحديث يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان حرمه من قتل نفس المؤمن واحد اعظم عند الله لزوال الدنيا اهون من قتل نفس المؤمنه زوال الدنيا قلع الدنيا كامله حيله هي اهون واقل شر من ان تقتل نفس رجل مؤمن لا لا علاش القران الكريم والسنه النبويه احثتا او احثا على ان لا يصاب المؤمن علاش لان شكون اللي كيعبد الله في الارض المؤمن اذا انت قتلت واحد المؤمن كان كيعبد الله تعالى واش تقصد العباده من الارض ولا لا والله تعالى من خلق العباد خلقهم لاي شيء خلقهم لعبادته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اذا أيها الإخوان الكرام يجب أن نفهم وهذا الموضوع جئت به في السياق حد ناس ربما ما كيبغيوش المواضيع بحال هكا وأنا أعلم ذلك لأني خبير بالمناظر وخبير بالناس علاش؟ وخلينا حنا نصلي الصلاة ديالي بوحدي واحد نهار غتموت وتموت مذلول حقير علاش؟ لأنك في الوقت الذي كان ينبغي أن تسجل اسمك في قائمة الرجال كنت ذليلا حقيرا في الوقت الذي كان ينبغي أن تملك بطاقة العزة أنت وقعت على بطاقة المذلة فيجب أن تموت ذليلا ولذلك ما أحث الإسلام على شيء كما حث على رجل أن يقوم إلى ظالم فيقول له اتق الله فقرن هذا الذي يقول للظالم اتق الله بسيد الشهداء حمزه رضي الله عنه سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى حاكم جبار ظالم فامره فنهاه فقتل اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بنفسه أخذته العزة حاكم وتقول لي اتق الله أنا أمير وتقول لي اتق الله أنا باش نحسن الله وش كنت باش تقول لي اتق الله تينا عبد تينا عبي الدمولة كل ما تملك من أسماء كتبقى عبد رب الحبيب وأنا عبد رب الحبيب وكلانا مسؤولان أنت مسؤول باعتبارك حاكما وأنا مسؤولا وأنا مسؤول باعتبار أحد أفراد الدولة فإذا لم يكن من واجبي أن أقول للذي يظلم اتق الله فإنني سأكون من الخائنين لهذا الحاكم خصني نقول له اتق الله حنا فوق خلق الله أنا قلت لكم هذا أخونا ما بغيتش فوق خلق الله وديها فوق راسك وعندك ستوب في راسك وطوف الأزقة ديالي لكن لا تنسى بأن سوق رأسك هو سوق أمتك تمشي بوحدك حتى في أمة والأمة يجير أدناها أعلاها وأعلاها أدناها الأمة كما أشرت في الأسبوع السابق لبنة إذا لم تكن أنت لبنة قد تقوم في الحي سيك تكون أنت لبنة شردك تقبل إلى قصر الحي إذا ما كنت غتبقى تنفضوح هذاك التقوى علاش؟ لأنت اعتزلت من الأمة عزلت نفسك عن الأمة وهذا اللي وقع دابا شكون يوصل لنا هذا الحال؟ دير سوق راسك دير وليدي سوق راسك شتي وليدي شنو يعملوا هادو وشتي شنو يعملوا الآخرين
وشوت رجلي وقعدوا وديها في الطرف وعشناني عليها فيني عليها ذاك الغلب حد لي راسو ماشي كنجري فين ودي هذا الراعي كنمشي امشي حولي في دار الطفل اذا قالوا اش عندك ما غاديشني وايدا غادي وايدا امشي حولي عندي علاش لانني عاد حنا الانسان عنده رساله اخرى في الحياه ماشي لي عاد فينا عبد وعبد لمن الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك انت مش انت واحد كيف كتفتح الفاتحه الحمد لمن لله او لحاكم البلد لله رب العالمين شكون رب العالمين الرحمن الرحيم شكون الرحمن الرحيم مالك يوم الدين شكون اياك مالك اياك نعبد واياك نستعين واش برتي واحد اسم شي واحد تما من غير رب العالمين واش برتي اذا كيف تصرف طاعتك لغير الذي اعطاك ولغير الذي خلقك ولغير الذي سواك ولغير الذي يوقظك ويميتك كتجيب تنعس شكون عافاك تينا او الحاج بن قال سيدنا ابراهيم عليه السلام والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين كله رب الحليم فلذلك ايها الاخوه الكرام نريد ان نحيي في انفسنا هذا النوع من الحياه هذا النوع من اليقظه ان ديننا يفرض علينا ان نكون احرارا ان ديننا يفرض علينا ان نكون اصحاب السنه لا تبتدع انما تنطق اذا ما رات منكرا قالت اتق الله واذا ما رات سلوكا لا يليق قالت يا فلان باداب المصحف احنا لا نهجم على احد ولا نسب احد لن نسب ولن نلعن لكننا نقول للظالم اتق الله هذا هو ديننا وهذا هو قراننا وهذه هي تعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابي ذر انك امرؤ فيك جاهليه فاذا ايها الاخوه الكرام ارجع الى ما بدات به هو ان نادينا على ظهر الارض حث على ان لا تمس روح الانسان بغض النظر عن المؤمن روح الانسان كنك نادي الانسان يهودي نصراني مجوسي خليه كبر الا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق والحق شكون اللي كيقرر ماشي هذا القضاه يعني هذوك اللي يدوك صدقا فيه بالحق هادو يدوك صدقا فيه بالحق لانهم على غير نهج الله وعلى غير طريقه رسول الله وهذه العلماء وانا منذ بدء اهدف على هذا المنهج اوصي الامه الا تثق بهؤلاء لانهم خونوا خانوا الله وخانوا رسوله قبل ان يقولوا ان يقولوا خونوا هذا كان الجمهور زوق مع الدم سكتف وجهه كبر قايده كامل كلمه الاولى والشعر معدل واللحية بوكتا وصغر بلا 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 في التلفزيون هذاك ما تتكيبه هذاك خائن مستعد لأن يوقع على الخيانة في أي لحظة فمما نثق؟ نثق بمن نرى فيهم علامة الثقة لأنهم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون هؤلاء هم الذين عناهم ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه الموقعون عن الله إعلام الموقع هذا هو ما يخمل في قوبكم أما عامل الغزة طريبة معان قال الحيوان قدام جالس كيهضر القياس هذا من له بلاكات انترنت كبيرة ما تسمعلوش ما تشوفش يمه احنا شنو رفعت إليه قائمة أبرية وقع لي الشيخ الأزهر
سعود الروح وقع اليوم الشيخ العالم باش يتعلم. ايوا سي الاسف قيادي هذا بين اسي الشاشه نجيب لك واحد بلاك ونعدمو شنو غادي نعمل؟ كل واحد فينا ينزل نفسه في هذا الموقع شنو غادي نعمل؟ هذا الشكل ذاك المصيبة اللي تمتلز بها مصر يجيبوا له منو ونعدمو له شنو غادي يعمل؟ اي واحد في الكره الارضيه جبنا منه بريء ما عملش شي ذنب وش برناه وعدمنا تقوم القيامه. ولكن هذا الهضره اليوم تراها علاش؟ لانه من امه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخوان كاين التسع شويه الداخل اللي كملوا افتحوا يفتح الله لكم قضوا شويه وانتم تسع فاذا علاش ما قامش القيامه؟ مسلم بزاف كيولدوا بزاف وبزاف ديرهم كل ما نقصنا منه مزيان أو أنا ما أطلقت حجاج بن يوسف هذا أحد القتلة كان بحال هذا اللي موجود عندنا في المزار تلقى سيدنا زين العابدين وسيدنا الحسين وقالوا يا أبناء رسول الله إذا قبل غد عبا لأحفظنكم حصدا غادي طهرنا لكم الأرض قالوا هذا أنت تحصد والله يزرع. يلا شوف شو أنت تحصد والله يزرع. أبت أمة رسول الله إلا أن تبقى إلى يوم القيامة. وأن القرآن الكريم حتى نحن في المصحف يا إخوة الكرام. الفهم زعزع ما يجينا. القرآن الكريم كي قلنا إن الأرض يرثها عبادية شكون هما الصالحة؟ شكون هما؟ واللي كيصلي ماشي اللي كيبات على اللي يدعون ربهم تضرعا وخيفا هذو عبادهم الصالحة. هذا هو المقصود بعبادية الصالحة ماشي اللي كيعمل العمل ويجي في التلفزيون لا 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 ماشي العباد الله الصالح هذيك ما راهش من لا عباد الله الصالح هم الذين إذا ذكروا بآيات ربهم زين لم يخروا عليها صما وعميانا هذو هم عباد الله الصالح وهذو اللي وعدوا القرآن الكريم بأنهم سيرثون الأرض إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادة ماشي من عبادة شي واحد آخر من عبادة أعمل براسك مزيان من عباده هو مش عباد شي خلق آخر حنا دابا الأمة كاملة تقريبا شنو ما كان عنده أي كاي صادق يبدا ولكن علاش هذاك يجيب لي شي آخر كيفاش يعمل له اللي عنده شتي واش وقعنا حنايا ما كنفصلوش بين المعبود والمعبود ما كنفصلوش بيناتهم علاش عندنا شي حاجة ناقصانا هذاك داك الخيط اللي كاين قلنا يعني الطوموبيلات كيعرفوها متر ناظر من البتري هذاك الخيط مقطع البتري ما كتصرجيه تير ناظر كايدو الشنطة تير ناظر كايدة ولكن البتري ما كيصرجيش فغتبقى ماشي واحد المسافة باش تفرد هذا الموتور غتخوي لك البتري حنا كاين واحد المسافة البتريات عندنا خاوية باش خصهم يتصرجو اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وعشية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إيش عمر لك البتري؟ اربط السلك. السلك عندك مفصول. تذكرني اللي كتربط رمزو بلا زاد ما رديت له الباب. عمل هذا وإلا باقي تحرك شي مخلوق راه وجاي فيما تلقاني وزق لي فوجي. عمد هذا وإلا باقي تستسلم شي مخلوق راه وجاي. علاش؟ فتستسلمنا للخلق عندما قطعنا حبلنا للخالق اقول قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين قول الله عز وجل وإذا الموقودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموقودة سئلت بأي ذنب قتلت
مره ثانيه يا اخوان كان صنع الخضار بعمله فرصناه، ولكن انك تصور المشهد هذا المقتوش ما عنده شيء ما اللهم من اسقط دمعه امي ظلما فاحرمه من نوري نور الله يوم القيامه. هذيك ام منام وقر رد العين ديالها وتحر ما من مين جينا شكون جا شكون خليك شكون ما بغيت. هذاك الاب اللي قال سيدنا ابراهيم عليه السلام وجعلني لسان صدق في الاخرين وتحر من تبدك من الوارد شكون انت. هذاك الاخ اللي عنده خاه عزيز تخرج مهندس ولا استاذ ولا دكتور في الطب ولا وتحرمون تم ذاك الاخ ديالو وتسكتوا له الجثه كلها دفنوا شكون انت. شكون انت شكون شنو اللي كتحسب راسك انت قلت له واحد اللي طرح هذا السؤال علاش انت بنك تكلوه لك ظلما وعدوا انا او اختطفوه لك ما عرفش انت فين مشى الكذب ديالك كذب جو من قص شبا لك الكبده ديالك وقطع لك طرف منها اللهم اقسم لنا بخشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك وطاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا. اللهم امتنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك ان نجعل في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا صاحب حاجه هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها لنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انا نسالك يا حي يا قيوم ان تتقبلهم في الشهداء. اللهم اجعلهم من الشهداء. اللهم اجعلهم في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل قتلهم حسره على من قتلهم. اللهم اجعل قتلهم حسره على من قتلهم. اللهم لا توفقه الى توبه. اللهم لا توفقه الى توبه. اللهم اخزيه كما اخزيت عادا وثمودا. اللهم اشغله في نفسه. اللهم اشغله في نفسه وخرب اللهم داره. اللهم افتنه في دنياه. اللهم افتنه في دنياه. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من كانت له حادثه في هذا